فلور سلاب مكملة، وهنا ده نهاية البلاط الأولاني، ودوت نهاية البلاط الثاني. كده هنقول ده كده مش موجود، ده مش موجود، وفي هنا الوول بتاعتنا كده اللي عليها الكشافات ديت، دول كشافات، تلات كشافات اللي على الوول. ادي كشاف التاني التالت، دول التلات كشافات دول، والبولارد دولت هيبقوا هنا كده. اللون الازرق ده في هنا وفي هنا وفي هنا، وهنا في بلاط عادي خالص. وهنا في بلاط، وهنا في بلاط، ودي الحيطة. طيب الكشاف دوت هنا هيبقى في السقف، السائط اللي هنا هيبقى لجوه كده، وهيبان عندي هنا كده، وهيبان عندي هنا كده، وهنا هيبان عندي فوق كده. تمام. اللي هيحصل ايه بقى، ان انا همشي هنا واوريكم ازاي هنمشي هنا. طيب عندي اول حاجة احنا هنشتغل مواسير بي في سي في السقف. ده كده 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 عندنا البوكس البي في سي بتاعنا، كنا قلنا انه لونه بني. بوكس البي في سي لونه بني، والبوكس الاي ام تي قلنا انه لونه ازرق. اهو يبقى احنا ماشيين كده بي في سي واي ام تي. تمام. الماسورة البي في سي امبيدد ان سيلينج سلاب لونها اخضر. لونها اخضر اهو، هنيجي اهو دي الماسورة البي في سي امبيدد في سيلينج سلاب دونها اخضر. اهو
هنا هيبقى عندي الكشاف موجود ومش محتاج للبوكس الاي ام تي، هيبقى عندي بس البوكس البي في سي هنا والماسوره البي في سي ماشيه معايا عادي خالص بنفس اللون الاخضر، وهنا هيبقى في الماسوره الاي ام تي النازله الفليكسيبل. اهي ماسوره الاي ام تي فليكسيبل، هنا مفيش ماسوره اي ام تي عشان بس ابين لكم الفرق. بعد كده في عندي ماسوره البي في سي بتكمل كده، وبعدين هتيجي عند الحيطه هتحط بوكس هنا بقى ده هنا مدفون. الماسوره هتيجي عندي هتنزل هنا لحد هنا، و الامبريد وول لونها بني شيء ملي اهيت صوره امبيدد ان وول لونها بني، وبعدين امبيدد اندر تايل لونها ازرق دي اهيت. هو شكل التوصيل اصلا ازاي؟ شكل التوصيل كده، دي دايره بتاعت اناره في الديزاين جاي عامله كده، ان ده جاي من اللوحه رايح هنا رايح كده وكده، بلاش دي داخل كده وكده وكده ماشي ورايح كده 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 دوت، دي رايحة للوحة هنا واللوحة دي والدايرة دي مثلا وليكن رقمها، انا بس عامل دايرة صعبة رايحة لأكتر من مكان عشان ابين سيناريوهات حركة المواسير في الشيب دروينج. دي دايرة اسمها واحد على ال بي، دي دايرة واحد للوحة ال بي، سيركت واحد للوحة ال بي ماشي. خلينا بقى فاكرين ايه المشهد ده، دوت الشكل بتاعنا بتاع الايه بتاع التوصيل. هنعمل ازاي زي الشوب دروينج، هنبدا بقى ايه نشوف دلوقتي. اول حاجه نتخيله 3 دي وبعد كده نرسمه في 2 دي. الماسوره الاندر فلور لونها ازرق، هذه الماسوره الاندر فلور لونها ازرق، ماشي. اللي هي اندر تايل برضو نفس القصة، اندر تايل اهيت يمسل الماسورة عاملة كده، تخش على المخرج يخرج بماسورة برضو كده وهكذا. دي اندر تايل لونها ايه ازرق ماشي. وبعدين هنيجي هنطلع في الحيطة ديت اهو كده، ايه هنوصل من المخرج للمخرج بايه embedded in wall. طيب embedded in wall لونه ايه؟ اهو لونه بني ده ماشي في الول، embedded in wall embedded in wall تمام. طبعا دي برضو لونها ازرق اندر فلور امبيدد ان وول. انا كده استعملت كام نوع؟ استعملت دلوقتي امبيدد سيلينج سلاب، امبيدد اندر فلور تايلز،
embedded and the full ties embedded in wall. دول التلاتة فيكشر بتوعي اللي هنا، ودول الفيكشر بتوعي اللي هنا، ودولت الاوت دور بولارد. ماشي. طيب ماشي برضو هنا تحت البلاط. ماشي. طبعا دوت بيلحم مع ده بشكل كيرف بقى، ده بيلحم مع ده بشكل كيرف، انا هرسمها كده. بس في الاصل ده عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده. ده بيبقى نازل كده. ماشي. طيب بيبقى نازل، بيبقى ياخد اللون ايه؟ ياخد اللون الاخضر. يعني هنخلي دي جوه الحيطة عادي خالص كده، لان حسب الترتيب دي واخدة اللون الاخضر، دي مازالت الماسورة اللي في السقف. فهنا لو هنعمل فلت مثلا كده، الماسورة نازلة من السقف كده، وهنا ديت هتبقى الايه؟ طبعا الماسورة الزرقاء. طبعا دي هتتوصل بدي. ديت هتبقى برضو هتبقى من هنا كده. تمام.